ماروتانا. الأستاذ مازن الرشيد يسعد صباحك. يسعد صباحك رحف، وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك معنا، وإحنا سعيدين جدا بهالاتصال، لأنه أنا بعرف قدي أنت عندك قدر كتير كبير من المعرفة، وأيضا متأكدة أنه حوارنا اليوم رح يساعد مجموعة من الناس إن شاء الله. إن شاء الله. بداية أستاذ مازن، يعني إحنا بنعرف إنه الناس هالفترة تعبانة، والناس هاي الفترة عم بتعاني من غلاء معيشي، بنفس الوقت يعني الراتب شو ما كان هالراتب ما عم بكفي بين القروض وبين الدفعات. يعني هلا أكتر من شخص حكى معانا وسمعنا بالتقرير إنه الراتب من اليمين للشمال، وفي ناس ما بوصلها الراتب قد ما عليهم التزامات وديون. النصيحة الأولى للأشخاص اللي عم بسمعونا ليقدروا يحاولوا يوفروا شوي من هالراتب أو يخلوه لأطول فترة ممكنة. يعني مثل ما ذكرتي رعف، واضح أنه إحنا يعني دائما بنقول في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والضرائب وغير ذلك، يعني مثل ما ذكرتي لم يتبقى الكثير من سواء كان راتبنا الشهري أو حتى لو فكرنا في الحصول على إيرادات إضافية. نعم. لكن أهم شيء أنا بشوفه في ظل هذه الأوضاع و وجود التزامات وأعباء مالية سواء للمتزوجين وعندهم عائلات وأطفال وغير ذلك، طبعا المصاريف الصحية وتعليمية وغيرها، طبعا مهم أنه في هاي المرحلة بالذات حصر جميع النفقات، يحاول قدر المستطاع أنه ما يضيف ديون إضافية. إحنا بنحكي عن أهم المراحل طبعا في ضوء الوضع الاقتصادي. نعم. وارتفاع الأسعار، أنه حصر جميع النفقات وأنه يتجنب أنه يستدين قدر الإمكان، لأنه طبعا هنالك هي عملية مترابطة تبدأ من من رب الأسرة وحتى ربة الأسرة، وهنالك أبناء. من المهم أيضا أنه حتى الأبناء يكون لهم دور في عملية طبعا تحديد نفقات أو ميزانية العائلة، لأنه بنهاية المطاف الكل رح يكون مستفيد. نعم. أنا بشوفها فرصة للعائلة وللفرد وللمواطن أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية يقعد مع حاله ويجلس ويبدأ بحصر نفقاته، ترشيد النفقات. إحنا ما بنقول تقليص النفقات، ترشيدها بمعنى أنه وين الأولويات، وين الأساسيات. هل الأساسيات أنه أنا أشتري السيارة بجلي يعني أنه فقط للمظاهر؟ نعم. أو تكون حصريا لتخدمني السيارة. إحنا نعرف كل شيء له فائدة، واحتياجاتنا بتعتمد على نوع المساعد اللي ممكن تضيف المال في حياتنا وتغير نعم بالفعل، وطبيعة الحال هي إلها دور في تغيير نمط حياتنا. أوكي. وموضوع طويل، يعني حتى أنا بشوفها أيضا فرصة في تغيير نمط الاستهلاك، طريقة استهلاكنا كإحنا كمجتمع وليس فقط كأفراد. امبارح أستاذ مازن كنا عم نحكي أنا وياك، وكتير لفتت نظري الموضوع، يعني قدي إحنا منحزن ومنزعل لما نشوف إنه شاب بياخد قرض عشان يتجوز. يعني هو بدأ حياته أصلاً ب خلينا نقول مشكلة نوعاً ما، ويعني أنا ما عندي مشكلة واحد ياخد قرض مثلاً عشان يشتري بيت، أما تاخد قرض عشان مثلاً تعمل عرس بأوتيل أو تاخد قرض عشان تشتري سيارة موديل السنة، يعني هاي الأمور بحس لأنه عشان هيك أنت الجملة اللي ذكرتها موضوع الأولوية إشي كتير أساسي ومهم. بحب أسألك عن كمان نقطة بعد إذنك، موضوع المفاجآت اللي بتصير عند العائلة الأردنية. يعني في صبية هون أو سيدة اسمها سوسن قالت أنه إحنا بنكون مرتبين أمورنا وماشيين على سلسلة الأولويات والراتب أموره تمام، ولكن بيطلع في مفاجآت اللي معظمها بتكون لها علاقة بالمناسبات الاجتماعية أو الحوادث الطارئة اللي هي لا على البال ولا على الخاطر. كيف ممكن رب الأسرة أو ربة الأسرة تقدر إنها تتعامل مع هاي الظروف بدون ما تخرب الميزانية؟ يعني أنا لو بدي أقول لك في حسبة محددة ممكن أقول لك والله نقعد ندخل بالأرقام وغير ذلك، لكن أنا بشوف إنه هذه اللي ذكرتيها تحديدا هي ما يسمى ميزانية طوارئ. في شيء اسمه ميزانية عادية يعني كل عائلة ممكن تلتزم بها، وممكن يكون في هامش خطأ يعني 5% 10% بالأمور العادية. نعم. لكن في أمور مثل حادث طارئ، مناسبة اجتماعية، يعني تخرج هون أو هنا، وبالتالي رح تكون هون إحنا بنكون مضطرين في خلال هذا الشهر تحديدا إنه نضيق النفقات نوعا ما،
انا بشوف انه في 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 موضوع كثير مهم بعيدا عن حتى فيما يتعلق بالادخار. في ناس دائما بقول لك حدد 5% 10% من راتبك الشهري وخصصه للتخمير. انا ما بحب اتكلم على الارقام دائما، نعم، ولو انه انا في محل الاقتصاد. انا بشوف انه الاهم شيء هو الاراده، ليس الاراده بمعنى انه ملاحظ انه كثير في بتذكر توماس اديسون مخترع الكهرباء، نعم، في 1000 عمليه فشل حتى لتوصل لهذا الاختراع. رغم ذلك هو ما ذكر بانه كل المراحل اللي مر فيها هي عباره عن محاولات فاشله. صحيح، اعتبر انه كانت فرصه لانه يوصل الى برا الامان ويقوم باختراع الكهرباء. هو حدد بانه الطريق نحو النجاح 99% هو الهام واراده، وال1% هي فقط عباره عن يعني الهام. نعم، وهذا الحقيقه يعني مش فقط فيما يتعلق باختراع في الكهرباء، اي شيء في حياتنا، سواء اللي حابين يدخروا، اللي حابين يعني يوازنوا في ميزانيتهم الشهريه بين الايرادات والمصروفات. اهم بس انا بشوفه الشخص اللي ممكن ينجح ويوصل لنجاحه هو من خلال انه يتمتع بالاراده. مثل ما ذكرتي بانه هنالك احيانا بتكون طارئ، في حدث طارئ هذا الشهر انا شوي خربت مع الميزانيه، بعدلها الشهر الجاي، بحاول اضبط اموري من اول جديد وبحاول ارجع الى التوازن من جديد بين الايرادات والمصروفات بشكل عام. نعم استاذ مازن، احنا انبسطنا كثير بهالمداخله الهاتفيه السريعه نوعا ما، ولكن ان شاء الله يعني رح نرجع نستعين بخبرتك الطويله بهالمجال بحلقات قادمه، وان شاء الله الناس تكون يعني استفادت من اللي قلته. هي تفاصيل بسيطه زي ما قلنا، التخطيط والتاكيد على وضع الاولويات لكل اسره. بدنا نشكرك كثير استاذ مازن الرشيد، وان شاء الله بنشوفك عن قريب. ثانك يو. صح 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 صح